انت يا عادل ونلت مفاخر الزمن رفعت الرأس يا عادل ونلت مفاخر الزمن صمت صمود شمسان تصدك حافل العبر صمت صمود شمسان تصدك حافل العبر رفعت الرأس يا عادل ونلت مفاخر الزمن رفعت الرأس يا عادل ونلت مفاخر الزمن صمودك أبهل الدنيا وصاغ المجد للوطن صمودك أبهل الدنيا وصاغ المجد للوطن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن صمودك أجهل الدنيا وصاغ المجد للوطن صمودك أجهل الدنيا وصاغ المجد للوطن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن. إنها عدن قصة مدينة غيرت مجرى التاريخ وقدمت في العام 2015 أروع الأمثلة في التضحية والفداء ضد المحتلين والانقلابيين والمتمردين وميليشياتهم. وقفت عدن بشبابها ورجالها ونسائها للدفاع عن كرامتها وارتوت تربتها بدماء الشرفاء من أبنائها الذين هبوا من كل حدب وصوب للدفاع عنها. عن قصة مدينة أسطورية صمد أبناؤها في وقت ذابت فيها جيوش. في بداية شهر مارس من العام الماضي كانت عدن على موعد مع مرحلة فارغة في تاريخها، حيث اجتاحت ميليشيا الحوثي تساندها قوات صالح عدد من المحافظات حتى وصلت عدن. استخدمت القنص والحصار والتهجير وقطع مياه الشرب والكهرباء وكل مقومات الحياة بهدف تركيع هذه المدينة. ومع سيطرتها على مدينة التواهي حتى عمدت على منع وصول المساعدات إلى النازحين في ظل انعدام مقومات الحياة الأساسية. أمام كل هذا الإجرام كانت هناك مقاومة سطرت أروع الملاحم البطولية وتصدت بحماس منقطع النظير، كبدت فيها العدو خسائر فادحة. اليوم وبعد التحرير نفضت عدن غبار الحرب واستعادت نشاطها وحيويتها بشكل تدريجي رغم الألم. مشاهد من الدمار، إلا أن هناك نشاط مدني أعاد تطبيع الوضع في مناحي الحياة. إنها حجيف شهدت معارك عنيفة خاضها شباب المقاومة انطلاقا من هضبة مرتفعة تمركز بها الشباب وشكلوا درعا حصينا لتأمين الطريق الرئيسي للتواهي الواصل ما بين جولة الكهرباء مرورا بحجيف وصولا إلى التواهي. الحديث عن جبهة حجيف هو الحديث عن جبهة التواهي باعتبارها خط الدفاع الأول عن المدينة التي إن سقطت بسقوطها تسقط التواهي. الجريح البطل محمد سالم محمد صالح يروي لنا أهم الملاحم عن جبهة حجيف باعتبارها أهم الجبهات في حياة الجريح البطل الذي فقد فيها ساقه اليسرى. أنا محمد سالم محمد صالح من مديرة أبناء التواهي، واللي عشنا نحن هنا في جبهة التواهي جبهة حجيف، واللي شفناه من أنصار الله الله ينصرهم ولا غفر لهم هم الحوثة اللي كانوا يسمون نحن الدواعش. نحن بالنسبة لهم كنا دواعش، نحن كنا السنين الصح، وهم حاولوا أنهم يعتدوا على بلادنا على أهلنا وناسنا وأخواننا. طيب محمد 2015 إيش مثل لك يعني بالنسبة لك؟ 2015 يمثل لي يعني كيوم يعني كسنة سودة يعني، وابتلاء من الله يعني. الواحد يقول ابتلاء من الله بلا نحن بالمصيبة هذه ومصيبة الحرب. هل كنت متوقع أنه يوم من الأيام بتحمل السلاح وبتقاتل؟ لا
ما كنت متوقع انا ما كنت متوقع انا لا اصلا لا لا ما ما قدش حرب من قبل ولا انا كنت عني دراسه وعامل بحر وما درينا الا دونا الحوثه يعني نفسك مضطر لحمل السلاح والدفاع عن مدينه عدن او اضطريت ان انا احمل السلاح ودافع على عدن وعلى بلدي وعلى اهلي وناسي وامهاتنا وابهاتنا الكبار اللي هم اعتدوا علينا وهم الحوثه يعني من فضل الله عز وجل يعني الله اعطانا احنا اراده وقوه بالقلوب رغم اننا يعني ما قدنا حروبات احنا من قبل لكن الله اعطانا احنا قوه من عنده وحاربنا بنفسيه بروح كنا يعني نتمنى ان الشهاده كانت تجينا بالحرب هذا ضد الحوثه. يا محمد طبعا اصابتك كانت اصابه بليغه في الرجل اضطريت لبترها لو تحكي لنا وتعيد بنا اليوم يوم اصابتك تعيد بنا الحديث يعني الله العظيم نحن اجينا تغدينا بالبغده وتقدموا الحوثة علينا من بيوت الكهرباء ويعني من فضل الله عز وجل اعطانا احنا الشجاعه والقوه وتقدمنا انا ونفرين هو الابي ومحي رحمه الله عليهم وتقدمنا عليهم المبنى حق لقبال الكهرباء وقتلنا منهم 3 أنفار وبعدين مسكنا عليهم المبنى وهم لما الساعة 11 بالليل المبنى اللي قدام المبنى اللي قبال الكهرباء وهم لما الساعة 11 بالليل كانوا يضربوا الجبل هذاك اللي فوق بال23 كانوا يضربوا فوق العمارة عمارة القرابي كانوا يرموا عليها بالبيمبي ويعني كانت وكانوا هذا حقنا الضوء الميمنة والميسرة الميمنة كانت يضربها 23 الميسرة يضربها بالبيمبي وهاونات كانت تنفرد لما بيوت الأسماك وحاولوا أنهم يربقوا الشباب بعدين يعني الله كتب لنا بهذا الشيء ما درينا يعني فقال لنا احنا كنا داخل البيت مسترخين تعشينا كذا مسترخين قليل فقال درينا بهم اللي لقدهم فوق رؤوسنا ما درينا بهم اللي لقدوا قالوا من قبل ما نتحدث عن وقت الإصابة نشي بالتفصيل عن حملكم للسلاح ايش كان الدافع له؟ وهل كان اسرتك راضيه لهذا الموضوع؟ والله العظيم ان انا قنعت الوالده انه هذا الشيء جهاد في سبيل الله ضد الروافض هذونا، لكن من فضل الله نحن عز وجل وقنع ربي امهاتنا والوالده حقي رحمه الله عليها توفت بالحرب هي ويعني اعطنا الجو كله يعني قال لي روح ابني الله بيسخر لك يا ربي رزقك الشهاده والله رزقك النصر باذن الله. يعني من فضل الله ثم فضله انا تحمست فقادون الحوثه وكنت اتمنى ان الشهاده تجيلي جنب اصحابي من افضل شيء كان. محمد نوع الاسلحه اللي كانت معاكم بالمقابل ما كان نوع الاسلحه اللي كانت موجوده معنا؟ والله اسلحتنا كانت برغالي صيني 66 صاروخ روسي صاروخ خشبه والاسلحه كانت اللي معاهم هي على يعني فرض بيكا شاخوف على اوباما مركبين قناصات فيها ويعني كانت تنصح الناس اسلحتهم ثقيله بس نحن من فضل الله القلوب كانت حقنا قويه يعني من فضل الله عز وجل. طيب ممكن بس تمشي معي تشرح لي البيت هذا يمكن له ذكرى لا يمكن حد ايوه ذكرى عظيمه ايوه ذكرى عظيمه هذا البيت بالذات هذا البيت كنا يعني ندخل نتوضا ونصلي داخلته وكنا ناكل داخلته يعني من فضل الله عز وجل يعني ناكل كنا داخلته يعني مش بخوف من الهاونات ولا كنا نتحسر داخلته يعني حصار يعني زي ما تقول مبنى يعني كان مليح لنا على اعتبار انه كان هو مطلع على الصوامع اللي كانت الهدف ايوه الهدف المعادي لكم حكايه إصابتك في هذا البيت كنتم تتشكلوا على شكل مجموعات يعني كنتم منظمين ولا كان الوضع الأمور كلها تلقائية؟ والله هو مش منظمين لأنه كان ماشي معنا قائد عسكري اللي قدنا احنا نحن من فضل الله عز وجل يعني من فضل الله ثم الشباب اللي كان يعني كل واحد في براسه حاجة كان يعطيها للشباب اللي يشوفها مناسب نطبقها يعني كان القتال كان عبارة عن حماس تلقائي يمكن في شباب لاول مره يحملوا السلاح. طيب يا محمد اثناء الدفاع عن الجبهه اللي كنتم فيها كنتم تستخدموا يعني
تخطيط مسبق او ممكن كان في معاكم قائد هو اللي يضبط عملكم او يضبط الدفاع عن الجبهة، او كان الوضع عملية الغائية من يعني بدون تخطيط لها؟ وكان في معنا قائد يعني قائد الجبهة، وكان أنيس العولي قائد الجبهة حقنا، وكان يعني هو اللي نظمنا احنا في المركز في النجليس في ويعني بفضل الله عز وجل يعني من الخطط يعني أنيس اللي كان يعطيها هاته والشباب يعني من حماس الشباب كان. طيب احنا الان موجودين بالمنزل اللي وصلت فيه، بنطلع الان السطوح على اساس تحكي لنا الوضع اللي كان اللي كان وضعكم ايام الدفاع عن جبهة تواهي واندحار الحوثيين في هذه اللحظة، وكيف كانت كيف كان يعني تعاملكم بال يعني اثناء القتال. نطلع الان السطوح. والله احنا كنا بعمارة القرابي هذه اللي هنا، وهو متقدموا الظهر للمباني للبيوت الكهرباء، وقالنا خبر انهم دخلوا على الغرفة هذه اللي تحت، وانا والابي رحمة الله عليه ومحي رحمة الله عليه تقدمنا احنا واتهم لما المبنى هذا، وقتلنا منهم 3 انفار كانوا يتغدوا. وبعدين لما بالليل الساعة 11 جاءنا العشاء، عشينا واسترخينا قليل، لما بيجي بعد العشاء كذا بخمس دقائق اتقدموا علينا 4 انفار دخلوا علينا من المبنى هذا من الباب هذا الخشب، وكان بيننا يعني احنا كلمة سر. اول ما دخلوا قالوا مين، لقينا منفق الامانة فكوا الامانة قبلنا ورموا علينا داخل المبنى هذا، وكانوا جنبي الابي ومحي رحمة الله عليهم، وفي الساعة استشهد الابي واستشهد محي، بقيت انا رميت على واحد من اصحابهم صبته او قتلته ما ادري، بعدين هم سحبوا لما ورا، والقنابل كانت تطير من الطاقة هذه كانوا يقدروا فوقنا قنابل، بيجي يعني حوالي كذا بيجي 6 قنابل 5 قنابل فوق الشباب، يعني بفضل الله عز وجل انها كانت مفتوح، والرجل حقي هذه من شدة الرصاص دارت لما هنا. وبعدين كان البداية الشباب يصيحوا لنا، انا ما ركنت ارد عليهم، بعدين لما كانوا هم الشباب استشهدوا ما رضيت ارد، وكنت انا بحالة يعني خلاص يعني بحالة انهيار، حالة يعني عصبي كانت ممكن كانت تقتل نفسي، قد طرحت الماسورة على البندق براسي كان بقرح راسي بنفسي، يعني من الوتر يعني من الحالة اللي شفتها أنا يعني ما شفتهاش من قبل. ويعني بعد يعني بلحظة ذكرت إنه أجري هذا كله اللي كنت أسويه أنا ضد الروافض هذول الحوثة بيروح أجري كله سدى، فطرحت بندقي كنت ترامي أنا واحد منهم جنب الباب، بعدين فجأة وانسحب وأنا طرحت بندقي جنب الشباب، دعيت الله انه حرمنا من الشهادة، ودعيت الله انه يعطينا القوة بالفرار، وسحبت لما خرجت من الطاقة في هناك طاقة من هناك خرجت منها لما ورا العمارة هذه اللي هنا عمارة القرابي، من فضل الله ثم الشباب في عيال يعني كانوا عدهم واقفين هناك اتقدموا عليها بسيارة هيلوكس مصفح وشلونا فوق الهيلوكس المصفح، وكانت رجلي يعني خلاص قد اخرها كانت تسحب وسحب رجلي معي، اما من فضل الله ثم الشباب وشلونا فوق الهيلوكس وسعفونا لما باصيب من باصيب وقفوا عليه النزيف. لم يتوقع الجريح البطل محمد سالم أنه سيعود إلى الموقع الذي اعتبر بالنسبة له ذكرى لم يستطيع نسيانها، فقد فيها ساقه وبعض من رفقاء دربه في معركة فرضت عليهم لم يعدوا أنفسهم لكنهم انتصروا. جبهة حجيف ستظل حكاية بطولة وشرف، هذا الأبطال منهم البطل الجريح محمد سالم محمد صالح، وسقط فيها الشرفاء ليعودوا مجد الحرية والكرامة من جديد، واستحقوا منا كل التقدير والثناء. طيب يا محمد بعد هذا اللقاء نتمنى لك مستقبل بعد إن شاء الله، ونتمنى لك أنه تستعيد حياتك الطبيعية برغم الألم، لكن أثبت أنه في برنامج بصمة بطل أنه نثمن جهودكم ونثمن مواقفكم المشرفة، وبجد يعني أنتم يعني تمثلوا تاج على رؤوسنا. بالمقابل نعطيك مبلغ مالي مقدم من حركة الأيادي البيضاء، نتمنى أنه يكون ملبي لل يعني للمتطلبات اليومية، مقابل يعني شجاعة وحماس هذا.
شكرا جزيلا لك. رفعت الراس يا عجل ونلت مفاخر الزمن، رفعت الراس يا عجل ونلت مفاخر الزمن، صمت صمود شمسان تصد كحافل العبر، صمت صمود شمسان تصد كحافل العبر. رفعت الرأس يا عجلي ونلت مفاخر الزمن، رفعت الرأس يا عجلي ونلت مفاخر الزمن. صمودك أذهل الدنيا وصاغ المجد للوطن، صمودك أذهل الدنيا وصاغ المجد للوطن. رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن، رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن. صمودك أذهل الدنيا وصاغ المجد للوطن، صمودك أذهل الدنيا وصاغ المجد للوطن. رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن، رعاك الله مكتسحا شرور الغدر.